السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالمتابعين الكرام في فيديو جديد، أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. أيها الأصدقاء، من منا لا يتمنى الحصول على ذاكرة قوية؟ من منا لا يرغب في الحصول على ذاكرة تمكنه من حفظ مجموعة من النصوص، مجموعة من الأمور التي يحتاجها في دراسته وفي حياته اليومية؟ إن هذا طموح الكثير منا، كلنا نتمنى أن تكون عندنا ذاكرة قوية تمكننا من حفظ أكثر فأكثر. فما هو السر وراء وجود أناس يحفظون المثون، يحفظون نصوص كثيرة، بل يحفظون كتب، وآخرون لا يستطيعون حفظ أشياء صغيرة؟ في هذا الفيديو سنتحدث عن هذا السر الحقيقي وراء كون هؤلاء الأشخاص يستطيعون حفظ عدد كبير من النصوص ويتذكرونها في حين لا يستطيع الآخرون حفظ هذه الأشياء. دعونا نذكر أولا أن هناك أناس أعطاهم الله عز وجل هذه الموهبة والقدرة على الحفظ بسرعة، بمجرد أن يقرأ نصا معين تنطبع صورته في الذهن فيتذكر هذا النص. لكن هذه نسبة قليلة جدا، نسبة قليلة جدا من الناس من أعطوا هذه الموهبة، وهؤلاء نراهم في التاريخ كالذين يحفظون كالبخاري مثلا وغيره من الناس الذين أعطوا هذه الموهبة، والشافعي رحمه الله وغيره. لكن هل يمكننا أيضا نحن، وما السر الذي يمكننا نحن أيضا من أجل الحصول على ذاكرة قوية؟ هل تساءلت يوما لماذا يمارس الرياضيون تمارين مختلفة من أجل تقوية عضلاتهم؟ نعم، إنهم يمررون هذه العضلة، يمرنون هذه العضلة بالتمارين، مجموعة من التمارين من الحركات، ويحملون أثقالا مختلفة ويتدرجون في ذلك إلى أن تصبح عندهم عضلات قوية. هذا هو السر، هذا هو السر الحقيقي. إن السر يكمن في هذه التمارين. فالذين يحفظون النصوص كثيرة، السر وراء ذلك أنهم وطنوا أنفسهم وبدأوا يتدربون على الحفظ. لكي تكون لك ذاكرة قوية فليس لك حل، ليست هناك وصفات سحرية، وليست هناك أكلات خاصة، إنما السر هو في التمرين. تأخذ النص الذي تريده ثم تبدأ تكرر تكرر تكرر، وبالتكرار يتعلم الإنسان. عندما تتكرر هذه المعلومات فإنها تحفظ في الذاكرة، ومع مرور الأيام كلما كررت هذه الأمور ستجد أن سرعتك في الحفظ ستزداد. مثلا قد تستغرق في المرة الأولى في حفظ عدة أبيات، قد تستغرق مثلا يوما أو يومين مثلا، ولكن مع مرور الأيام ستجد أن هذه المدة التي استغرقتها في الحفظ بدأت تقل، وأصبحت تحفظ بسرعة لأن ذاكرتك بدأت تنتعش وبدأت تقوى، وبدأت مجموعة من الكلمات تترسخ في ذهنك، وبالتالي ستجد أن سرعة الحفظ عندك أصبحت سريعة، وقدرة قدرتك على ضبط المعلومات وتخزينها أصبحت أقوى. هذا هو السر صديقي العزيز. إذا أردت أن تحصل على ذاكرة قوية ما عليك إلا أن تمرنها، مرنها بحفظ الآيات، بحفظ الأحاديث، بحفظ الأشعار، بحفظ ما تريد حفظه، وبهذا التكرار تستطيع أن تكون عندك ذاكرة قوية. فماذا تنتظر؟ حاول وجرب وستجد النتيجة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.